اهلا يا حلوه. اهلا يا نانا. منورانا يا استاذه امل، تنورك. مبسوطه لوجودك معانا في برنامج ابني ومفتاحه، وعايزه اتعرف عليكي بشكل اكبر. انا اسمي امل غالي، انا مدربه تربيه ايجابيه معتمده من مؤسسه اسمها مؤسسه التربيه الايجابيه الامريكيه، واخصائيه تعديل سلوك اطفال ومراهقين، ومشيرة نفسية للآباء والأمهات، وأم الولد وبنت، وأم ليوسف ورحمة. أوكي، فكل حاجة حضرتك هتكلمينا عنها يا إما مريتي بيها في عيالك، يا إما اتعلمتيها، يا إما علمتيها لغيرك. يوسف عنده 11 سنة ونص، ورحمة عندها 7 سنين، فأنا مريت بكل الحاجات اللي إحنا قربنا كمان على المراهقة. كويس. ده حضرتك هتكلمي من تجربة عملية جدا. تجربة عملية جدا. مش بس تجربة عشان أنت اتعلمتي الحاجات دي في العلم يعني بتاعتك ودراستك والمحاضرات، لكن كمان عشان عندك اطفال ومارستي معاهم. هي دي الحته اللي انا يعني جايه اتكلم فيها، اعتمادي مش على الدراسه قوي على قد ما اعتمادي على قد ايه التجربه. انا جربت الصح وجربت الغلط. فانا جايه اتكلم عن تجربتي انا كأم مع إذا يعني ممكن تقولي حاجات غلط عملتيها؟ انا عملت حاجات كتير غلط. لا ده احنا نسقف لك بقى. لا نسقف لك، مش عشان عملت حاجه غلط، عشان عندك الجرأه انك تقولي كده. عملت كتير حاجات، اخطاء كتير قوي. شكرا جدا. انت عارفه في حاجه جميله كمان في البرنامج ده، اهالي كتير عملوها، كنا مستضيفين اهالي سواء عملنا معاهم حوارات او كمان كانوا بيجيبوا بس عيالهم ويمشوا، فكنا لما بنسالهم ايه الحاجات الغلط اللي بتعملها مع عيالك، فعلا يعني انا كنت بقول كده للمخرج عندهم نسبه يعني حاجه فرحتني صراحه للامانه، ان الاهالي يقولوا الصراحه احنا بنعمل كذا وكذا 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 غلط. فبحس ان الواحد بس يبقى شايف انه بيعمل حاجه غلط، دي حته كده بتقول ايه ده ينفع اللي يتصلح، او ينفع الحاجات الغلط دي تصلح. صح، انا فاهمه صح؟ اول ما اعترف بغلطي يبقى انا كده حطيت رجلي على الطريق الصح. هايل جدا. بشكر كل حد بيشوفنا انه لو بيعرف يعترف بغلطه فده مؤشر كويس قوي. في حلقه من الحلقات اللي عملناها مع اولاد كان عنوانها شايف بابا وماما ازاي، وده اللي حضرتك هتكلمينا عنه، وحطينا ايموجي كده مختلفه للاهالي، او قلنا لهم بوشهم مثلوا انتوا معظم الوقت شايفين ماما او بابا ازاي. فطلعت حاجات لطيفة جدا، يعني ناس اختارت ان بابا ومامتها الاموجي اللي هو عليه قلوب، ده عينيه قلوب، يعني بابا بيحبني جدا وبيبقى مبسوط. وفي ناس اختارت فعلا ان اهاليها طالع منهم كده برضو قلوب كده، الاموجي اللي حواليه طالع من مخه قلوب، ان هو بابا على طول بيقول لي بحبك بحبك بحبك. وفي ناس اختارت الاب المبتسم والكمان. فكان في للامانه حاجات ايجابيه وكمان حاجات على جنب تاني مش الطف حاجه. على سبيل المثال ان حد يقول لك معظم الوقت بابا عامل كده مكشر، مكشر، او معظم الوقت بابا تعبان، يختاروا ايموجي شكله الاب اللي هو عامل كده. فاغلب وقته اللي بيشوفه البابا هو كده. سيبك بقى من حركات الوش، يعني مش ده الاساس اللي انا هكلم حضرتك فيه، اني مفروض وشنا يبقى عامل ازاي خالص، لان ممكن نغطيها في حلقات تانية او نكون اتكلمنا عليها. لكن لو انا عايزه الفرصه الحلقه دي تبقى فرصه للاب والام تقولي لهم كده بحماسه قوي، خساره انتهزوا الفرصه دي، مفروض عيالكم يشوفوكم ايه، مش بقصد الوش، لكن مثلا يشوفوكم ابطال، يشوفوكم سنيده ليهم، يشوفوكم ايه. حضرتك كمتخصصه في مجال التربيه الايجابيه تتمني ان العيال يشوفوا اهاليهم ازاي؟ الاول يعني انا عايزه اقول بس على كلمه، حاجات تعبيرات الوش دي مش حاجه ثانويه، دي حاجه مهمه. يعني هقولها في حته صغيره عشان بقيه الحلقه، ان الاطفال لما بيشوفوش ابائهم مبتسمين بيتعرضوا لاكتئاب وبيحسوا بالتهدد. ليه بقى بيحسوا بالتهدد؟ لان هم بيفتكروا، هم اطفال صغيرين بيفتكروا ان هم السبب في ان الاهل مكشره. يعني انا ماما حزينه بسببي. فيجري الطفل على الام، قولي لي يا ماما اعمل ايه علشان تبقي مبسوطه، قولي لي اعمل لك حاجه، اكلك، اجيب لك مش عارف ايه. عايز يرضيهم باي شكل، عايز يرضيهم يعني. عشان يشوف الابتسامه. الابتسامه من ضمن الحاجات اللي بتحسس الطفل بالامان. فانا لو فضلت مكشره طول الوقت قدام ابني واقول طب ما هو هعمل ايه، ما انا مش قادره ابتسم، هو بيحس بالخوف والتهدد وبيبقى معرضه للاكتئاب. فالشكل وملامح الوش مهمه جدا في نفسيه الاطفال. انا كصورتي انا كأم، انا المفروض ولادي تحلمي
انا كأم كده اسفه. الحلقه دي احلام لينا كلنا، بس احلام مبنيه على ارض واقع ودراسه. تقولها لنا الاستاذه امل ان الفرصه دي بين ايديكوا كنز دلوقتي، مفروض اللي هتقولوا امل ده يشوفوه العيال فينا، فاسمعوا كويس قوي وشوفوا كويس قوي وركزوا كويس قوي. اتفضلي. بصي، انا كأم بحلم او اتمنى ان ولادي يشوفوني انسانه حقيقيه، يعني انا عارفه اتعايش مع الحياه. يعني انا مش عايزه ابين نفسي ان انا الام البطله الفظيعه اللي ما بتعملش اخطاء خالص، ولا الام اللي هي على طول فرحانه ومقبله على الحياه، ولا اللي هي على طول كئيبه، ولا انا عايزه ابني وبنتي يشوفوني حقيقيه بعرف اتعامل مع الحياه. عندي شويه حاجات اخطاء بقع فيها، وعندي شويه مهارات بنميها، وبعرف افرح واتبسط بالحياه، وبعرف اوقات احزن وبس بساعد نفسي واطلع. فانا عايز ابني يشوفني انسان حقيقي بعرف اختلف، وبعرف اقول اللي انا اغلط، واقول مثلا انا اسف. فالصوره اللي بنقلها عن نفس الابن لازم تكون صوره حقيقيه، يعني ما ينفعش ابينه ان انا مثلا ما عنديش اي مشاكل خالص في الحياه، وان انا مثلا قوي، وان انا ما بضعفش خالص. الحته دي عند في الرجوله بالذات عند الاب، ان ما يشوفش، مش عايز ابنه يشوفه ضعيف او بيعيط او كده. لا، خليه يشوفك ضعيف، لان انت كده بتقربه منك كانسان. خليه يشوفك وانت بتعيط، لان هو بيحس ان انت طبيعي. طب مش هتهز صوره الاب في المواقف؟ يعني لو دي مش طبيعته طول الوقت انه بيعيط، لو انا بختار انه ما عادي ينفع يشوفني وانا ضعيف وانا بعيط او وانا بتاسف او كده، ده مش هتهز صوره الاب انه يشوفه ابنه يشوفه ضعيف؟ بالعكس، يعني ده هو هيقول له من غير ما يشرح ويدي مواعظ ان انت كمان من حقك تعيط، ومن حقك تبقى انسان، وانت معرض ان انت يجيلك اوقات تبقى حزين فيها واوقات تبقى فرحان فيها. ودي الحياه يعني، انا صح؟ في حد بيفضل فرحان طول الوقت، او في حد بيفضل حزين طول الوقت. فانا الصوره اللي انا لازم اوصلها لاولادي هي صورتي الحقيقيه، الصدق اللي فيا، ان انا ابقى انسان كانسان ام متوافقه مع نفسي، حابه نفسي. يعني لو انا عندي بنت وكارهه انا كانوثتي، بنتي على طول هتكره انوثتها. لو انا مثلا كارهه حياتي وشغلي، على طول هي هتكره الحياه والشغل. لو انا عارفه اتعامل مع الحياه وقابلاها وقابله نفسي، بنتي او ابني هيطلعوا نفس الفكره، عارفين يقبلوا نفسهم وعارفين يحبوها. فانا نفسي ان كل اب وكل ام يكون هم ناس حقيقيه من جوه، هو كبني ادم انسان حقيقي. ما يحاولش يعيش حاجة أو يمثل حاجة قدام ولاده، لأنها هتتعرف وهتتفقس في الآخر إن هو. أمال إيه اللي أخبيه؟ يعني إيه اللي ما أظهرهوش قدام عيالي، لأن ده ممكن يضرهم؟ حاجات بمر بيها يعني. أنا هقولك تجربة شخصية ليا. أنا وقت كنت ببقى يعني حزينة أو حاجة، ومش بعرف أقول لولادي إن أنا في الوقت ده أنا متضايقة أو أنا حزينة، فكانوا عيالي بيلف حوالين نفسهم مش فاهمين في ايه، فكانوا بيتعبوا اكتر بصراحه. لكن انا بقول لهم مثلا حته كده، انا مثلا على قد سنهم، يعني مش هينفع اشيلهم هم السنين. هو ده اللي انا عايزه اقوله. يعني مش هينفع اقول لهم اصل انا مش عارفه عندي ايه وهيجي لي ايه ومهدده في شغلي وعندي، فهيتخضوا. لكن انا مثلا دلوقتي متضايقه، بمر بظرف مضايقني في شغلي، بس صلوا لي، او انا مثلا محتاجه دعمكم ليا. فابني عارفه كان بيعمل ايه؟ كان بياخدني في حضنه ويطبطب عليا. الله. كنت بقول له ان حضنك ده بيقويني وبيساعدني. فلما كنت بحس اني متضايقه تاني، يقول لي طب تعالي ماما اقويكي، وروح واخدني في حضنه تاني. فاقول الحاجه اللي ينفع على قد اللي يستحملوها، مش تضغطهم زياده على قد ما طاقتهم يعني. من ضمن الحاجات اللي يعني مش لا يعني مش حلوه ان انا اقولها لاولادي، الخلافات اللي بيني وبين الناس. يعني مش حلو مثلا اقول له اصل عمتك ولا خالتك مطلعه عيني، ولا يعني الحاجات دي كلها بتخلي الاطفال. بيني وبين ابوهم كمان، صح؟ بيني وبين ابوهم حلو ان هم يعرفوا ان احنا ممكن نختلف، لكن بنعرف ازاي نختلف. يعني مش هقدر اقول لهم طول الوقت ان انا وبابا مفيش اختلاف، لان اكيد في اختلاف، بس هيشوفوني وانا بختلف، ويشوفوني ازاي وانا بعرف اختلف صح. يعني احنا مختلفين في وجهة النظر، بس ده مش بيفقدنا حبنا ولا يفقدنا، مهم قوي، احترامنا. تمام. فهيعرفوا ان احنا بنختلف، مفيش مشكله فيها دي. بس خليهم يشوفوا النموذج الايجابي لطريقه الاختلاف. لكن مثلا لو انا متضايقه قوي من حد قوي وحاسه ان انا مش طايقاه، مش لازم، لانه اكيد ده هي هي هيتطبع في ابني، فممكن يعامل الشخص ده كمان هو بنفس مش هيعرف الطريقه. هيعرف ان ده مصدر مثلا بيزعج ماما او بيكره ماما، هيتبنى وجهه النظر دي ومش هيعرف يصلحها تاني. تمام.
اول حاجه حضرتك اختارتي تقوليها نفسي ولادكم يشوفوكوا حقيقيين. دي حاجه قويه وجميله قوي ومريحه كمان لو حصلت. ايه كمان تاني؟ انا ممكن مثلا اخلي ولادي يشوفوني انا سند. دي مهمه جدا. ده الاب والام. الاب والام خصوصا الاب. الاب اللي هو دوره يعني مع بنته كمان هو ما يبقاش بيتخلى عنها. يعني انا من ضمن القصص اللي سمعتها من الشباب لما كبروا والبنات ان هم عندهم ازمه مع ابائهم ان هم تخلوا عنهم في وقت ما كانش ينفع يعني ينفع تخلوا عنهم كانوا محتاجينهم. فان انا اتخلى عن ابني في وقت هو او بنتي في وقت ما هو محتاجني دي مشكله. هقول لك زي ايه؟ يعني مثلا يا بابا انا عندي مشكله مثلا في المدرسه، لا روح لها انت مع نفسك انا مالي، او شوف ماما لو فاضيه او شوف ماما او ماما لا اصلا مش فاضيه مش هروح انت مع نفسك. فدي مشكله جامده بتسيب اثر سيء جدا ان هو الطفل بيحس ان هو بلا سند ملوش ظهر، بيحس ان هو عريان مكشوف ملوش ظهر يسنده فبيتكسر وبيحس بالضعف. اول ما بوصل لابني ان انا معاك انا في ظهرك حتى لو انت غلطان انا برضو مش هسيبك. احكي لك موقف شخصي حصل معايا. انا ابني يعني حصل شد هو وصاحبه في المدرسه وضربه وكسر له الضرب. ابني ضرب شكرا ونلتقي يا حبيبتي. كسر له النضاره فيعني هو اتضايق اتعصب يوسف وغضب وعمل كده. انا كان قدامي حل من الاثنين، يا اما اقول له لا روح انت مع نفسك وما تشوهش سمعتي وانا في المدرسه، الناس تقول عليا ايه بقى وانا مدربه تربيه وروح ربي عيالك فانت كده هتخلي سمعتي وحشه. او ان انا اروح معاه واقف سند في ابني. فانا اخترت ان انا اروح معاه واواجه الموقف. وبس عملت حاجه يعني قلت له يوسف انا جنبك ومش هسيبك حتى لو انت غلطان، بس انت كمان لازم تتحمل مسؤوليتك ودورك. فانا كنت واقفه جنبه لحد ما هو اعتذر للولد ودفع ثمن الحاجه اللي هو كسرها النضاره، وانا كمان اعتذرت طبعا للولد. بس هنا انا عملت ايه؟ انا هنا وقفت في ظهري في ابني وما سبتوش وما عيرتوش وقلت له ادي نتيجه اخطائك البسها انت بقى، لكن لا فضلت جنبه بقول له انا جنبك ومدعماك، وكمان خليته يتحمل مسؤوليه اللي هو الحته دي. حطت جواه ايه يعني يوسف مروح كده حاسس ايه جواه ايه؟ حاسس ان ماما في ظهره مهما غلط ومهما عمل ومهما كان في وضعه انا مش هسيبه، حاسس ان انا امان ليه. اولا هو ما عملش الموقف ده تاني يعني، وجي واعتذر قال لي يا ماما انا انا مش عارف انا عملت كده ليه. فقعدنا نتناقش فيها، طب عملت كده ليه علشان انا اتعصبت، طب نتعامل مع العصبيه ازاي. فكانت فرصه ان هو يتعلم هنا ازاي يتعامل مع غضبه يعني، خدنا الموقف ده عالجناه ان هو يتعامل ازاي مع غضبه. كمان فرصه ان هو يتحمل مسؤوليه اخطائه، فده خلاه يفكر ألف مره قبل ما يعمل اي حاجه. وفي نفس الوقت انا ما خسرتوش يعني انا هنا ما خسرتوش. تعال نتخيل العكس بقى. لو انا قلت له لا مش هروح معاك ده مش هيجي يقول لك على حاجه تاني، مش هيقول لي على حاجه. هيحس باحباط، هيحس ملوش سند ويكره صاحبه اكتر، ويكره صاحبه هيتميل عدوانيه اكتر ناحيه الناس. هو ما عملش خالص المواقف دي تاني خالص. هي دي كانت اخر مره. جدا دي تاني حاجه حضرتك قلتيها. قلتي الحاجه اللي محتاجه حضرتك توصليها للاهالي انه يشوفوا اهاليهم حقيقيين، والحاجه الثانيه ان هم يشوفوهم سند واقفينهم في ظهرهم حتى لو غلطوا. ياخدوا حته تأديب للي عملوه، يتحملوا المسؤوليه، يعتذروا عن الغلط ده، لكن احنا واقفين في صفهم حتى لو غلطوا. ايه تاني غير سند وان احنا نكون حقيقيين؟ ان هم يكونوا امان، ان ماما دي مصدر الامان، بابا امان ليا، البيت نفسه يكون جو فيه امان، مش انا حاسس ان انا قاعد في بيت انا مهدد. اللي هو عامل ازاي بقى الامان ده؟ البيت اللي فيه امان اللي هو البيت اللي فيه انا حاسس باستقرار، انا مش كل شويه مهدد. يعني مثلا في اهالي بيطردوا عيالهم بره البيت مثلا، لو عمل غلط بيهددهم كل شويه، انت لو ما عملتش كذا انت هطردك، هتروح تعيش عند تيتا مش تعيش معايا، او ام تاخد يعني تلم شنطتها وتهدده وتروح واقفه بره البيت وتقول لك علشان علشان يسكت بقى. او عارفه ايه تاني يعني انا بيعملوه الاهالي بيحس الاطفال بعدم الامان؟ ان الام
تستخدم وسيلة ان هي تعمل نفسها عيانة وهتموت. تمثل ان هي عيانة وهتموت, او انتوا السبب في ان انا عيانة, او انتوا جبتوا لي الضغط. بدراما جديدة طبعا, قلبي. ايوه هي دي النموذج ده. يجي له او انتوا جبتوا لي الضغط, او اقعد اعيط, انتوا سبب كآبتي, انتوا سبب حزني, انتوا جبتوا لي الامراض, انا ههج ولا هسيب البيت وهمشي. كل ده بيحسس الطفل بعدم الامان. بس ده غير الذنب واحساس الذنب بقى بيبقى قاتل. ماما بقى لو جرت لها حاجه, انا المسؤول عن ماما, انا مسؤول عن سعاده ماما. فالطفل بيبقى حبيبي خايف يغلط, خايف يعمل اي حاجه, فبيبقى ماشي يعني ايه جنب الحيط, بيبقى بس مش عايش طفولته. يعني ده حاسس طول الوقت بالتهدد, فبيبقى هنا البيت مش امان, هنا ماما مش امان, هنا ماما مصدر او بابا مصدر للتهديد. فمهم قوي ان انا ابقى كأم او كأب, انا لما الطفل يجي عندي يبقى هو حاسس بالامان, حاسس ان هو مرتاح مع ماما وفي حضنها وجوه قلبها, مش حاسس ان هو مره يبقى هنا محبوب, ومره ان هو لا هيطرد بقى بره البيت, وماما هتسيبه وتمشي او هتموت بسببه. تمام. وقت الحلقه قرب يخلص, ونفسي اخد شويه حاجات كتيره قوي 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 نشجع بيها الاهالي يعملوها عشان صورتهم عند اولادهم تبقى كويسه. حضرتك قلتي ثلاث حاجات: اكون حقيقيه, واني اكون سند, واني اكون مصدر أمان. امان. ايه كمان؟ دايما اكد على ان انا حبي ليك مش مرتبط بافعالك. دايما النقطه دي لازم تتقال كتير قوي, انا بحبك حتى مهما كنت ومهما عملت, انا لسه ما زلت بحبك, انا مستمر احبك. ده بيحسس الطفل قد ايه بالقوه, وقد ايه عنده طاقه يعمل كل حاجه صح. لما انا اقول لك ان انا بحبك مهما كنت ومهما عملتي, ده يحسسك بايه؟ دي حاجه جميله جدا, دي شده وقوه فظيعه. طبعا. لما اربط حب لابني بحاجات يعملها, هو بيفضل طول الوقت ماسك في الحاجات دي, لان هي دي الوحيده اللي هتحافظ على حب ماما ليا وحب بابا ليا. فالاجابات اللي سمعناها من العيال: انا بابا بيحبني, فاقول له ليه؟ يقول عشان بسمع الكلام. دي مؤشرات, ده خطر مرعبة جدا, لان هو العكس بقى. ايه, انا لو ما سمعتش كلامي يبقى في الوقت ده بابا ايه مش بيحبني. طب ما انا وارد ما اسمعش الكلام. طب ما هو انا من حقي مره ما اسمعش الكلام. طبعا. يبقى انا كده فقدت الحب. أو هسمع كلام على طول على طول على طول على طول وبقى ما عنديش شخصية مثلا. ولما أكبر هبقى بس ما بعملش حاجة غير أن أسمع كلام. أنا كأم هبقى مبسوطة أن ابني أو بنتي بيعملوش حاجة في حياتهم غير ما يسمعوا كلام ناس تانية. وده يعني أنا بنشوفه كمان في حالات التحرش, لما الأطفال بتسمع كلام الأكبر منها, لأن هو شايف أن هو عشان ينول إعجابه وينول حبه, فيقول له أوكي حاضر طيب. فتلاقي الأطفال الأكتر أطفال بيتم التحرش بيها هي الأطفال المساقة, اللي هي أهلها معلوماش تفكر أو معلوماش إن الحب ليهم هما بيحبوها من غير أي حاجة. فده بيبقوا سهل جدا يروحوا لحالات, يروحوا للمتحرش بسهولة, بيبقى صيدة سهلة يعني. فمهم قوي إن أنا أكد لابني كل يوم إن أنا بحب حبي ثابت, بحبك زي ما أنت. وخصوصا وقت الغلط, عشان في أهلي بيقولوا لا مش هقول له وقت الغلط لحسن يتمدى فيه. هو أكتر وقت محتاج يسمع فيه أنا بحبك وهو غلطان. تمام. الحلقة خلصت بس أنا مش هعديها كده تخلص. شايفة الكاميرا دي؟ دي اسمها كاميرا الأستاذة أمل. لو طلبت منك, احنا خلصنا أسئلتنا وخلصنا الحاجات اللي احنا عايزين نقولها في الحلقة دي, لو طلبت منك سيبي كل اللي قلناه في البرنامج مع حضرتك مع كل المتخصصين وهيتفرجوا بس على الدقيقة اللي جاية, تقولي ايه للأهالي؟ لو دي أهم دقيقة في البرنامج بتاع ابني ومفتاحه, تقولي لهم ايه هنا؟ انت معاك مفاتيح ابنك, انت اللي تقدر تكون شخصيته. ابنك وبنتك محتاجين كل كلمة منك, وعينيهم عليك, محتاجين نظرتك وحبك, ومحتاجين سندك. هتيجي على نفسك شوية او هتتعب شوية عشان تتعلم شوية مهارات تقدر تنفذها مع اولادك. ده بيتعمل طول ما انت مؤمن بانك انت ليك دور, وتأثيرك كل حاجة بتعملها في الصغر هي اللي بتكون شخصيته. الطفل مش بينسى اي حاجه انت قلتها, ومش بيعدي اي حاجه, كله بيتزرع وكله بيتكون في شخصيته. فارجوك وارجوكي دايما خلي اولادنا هم الاولويه, خليهم دايما في بالنا ان هم كل كلمه هتطلع مننا وكل حركه هي بتبني في شخصيه ابني لما يكبر.